دكتور تميم أحييك. أعتقد أننا جميعاً استيقظنا بصباح الأمس على هذه المفاجأة، لم نكن نحن فقط وحتى يعني الاحتلال الإسرائيلي. إذا أردنا أن نلخص ما الذي حدث بالأمس، ماذا نقول؟ شكراً على استضافتي أولاً. ثانياً كل التحية للمقاومة الفلسطينية ولكل مقاومة عربية ضد الاحتلال والعنصرية والديكتاتورية المتعاونة مع الاحتلال والعنصرية. والذي جرى هو انتصار كبير للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وانتصار كبير للعدل والحق والإنسانية والنبل. ما جرى أهميته هو أنه منذ 75 سنة منذ النكبة الآن لأول مرة نستطيع أن نحرر أرضاً احتلت عام 1948. وكنا بنقول أنه لو حررناها لمدة ثانية أو دقيقة كان هذا بيكون إنجاز. إحنا الآن محررين أراضي محتلة عام 48 لأيام، وهذا تم في قتال ما بين مجموعة من الناس محاصرين في غزة على الأقل منذ 2005، وغزة نفسها كانت خاضعة للاحتلال 40 سنة. وبالرغم من ذلك، بالرغم من الحصار ومن الاحتلال، استطاعوا أن يطوروا قدرات قتالية وقدرات استخباراتية وتنسيق يغلب أقوى جيش في المنطقة مدعوم من أقوى قوة عظمى في العالم، الولايات المتحدة والقوة النووية الوحيدة. فهذا الإنجاز بالرغم من الاحتلال الإسرائيلي والحصار اللي تشارك فيه الحكومة المصرية على مدى هذه السنين الطويلة، أنهم يقدروا أنه يكون عندهم هذا القدر من التسليح وبهذه الأسلحة اللي هي أقل من الناحية التكنولوجية من أسلحة خصومهم، أن ينتصروا على خصومهم ويحققوا ما حققوا، فهذا أمر عظيم. دكتور، في السياق ما تتحدث فيه، أعتقد لدينا خبر عاجل حتى يهمك ومن الممكن أن نتحدث فيه. صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية تتحدث عن تقديرات لعدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية يتراوح ما بين 150 و200، ولا تأكيدات حتى هذه اللحظة من الحكومة الإسرائيلية. إذن يدعوت أحرانوت الإسرائيلية تقديرات تشير إلى أن عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة يتراوح بين 150 و200، ولا تأكيدات من الحكومة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة. رقم ضخم للغاية، يعني المقاومة الفلسطينية في أفضل أحوالها كان لديها 4 أسرى قبل هذه العملية، قبل ذلك كانت صفقة شليط لأسير واحد، والتي كانت يعني الصفقة 1000 أو أكثر من الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين أمام شليط. في اعتقادك المئة وخمسين أو المئتين أو أكثر أو أقل من أعداد الأسرى، ما الذي ستستفيده المقاومة الفلسطينية من هذه الأعداد، أو سيستفيده الشعب الفلسطيني بشكل عام من أعداد الأسرى الغير مسبوقة دكتور؟ 3 استفادات. الأولى مباشرة وهو تبادل الأسرى. الإسرائيل الآن سترغي وستزبد وستحاول أن تقتل أكبر عدد ممكن من الأطفال كما تفعل، لأنها بلا أخلاق، وأيضا فيها غباوة استراتيجية كبيرة أنها تقتل المدنيين وهي تظن أنه هذا سيفوت في عضدنا. لكن عندما تنتهي هذه الجولة ستجد إسرائيل نفسها مضطرة، إن أرادت أن يعود أسرها لها، أن تفرج عن كافة الأسرى الفلسطينيين والأسرى المهمين الفلسطينيين فيهم أيضا، يعني بلا استثناء. فهذا أول فائدة. الفائدة الثانية وهي مربوطة باللي كنا بنحكي فيه من شوية عن أهمية الحدث نفسه، أنه هو يظهر فشل إسرائيل كفكرة، أنه بعد 75 سنة من الاحتلال، سواء الاحتلال في 48 أو 67 والحصار والمجازر وكل ما فعلته، تاريخ كامل، استطاعت المقاومة أن تحقق ما حققته. فهذا يدل على فشل كل ما سبق. لما نتنياهو يقول أنا سأقوم بعمل غير مسبوق، كذاب، لأنه كل ما سيفعله مسبوق. يعني إذا حاول أن يحتل غزة واحتلها لا سمح الله، طب ما هو احتلها 40 سنة وقويت هذه المقاومة ونشأت وقويت وفعلت ما فعلت، رغم أنه كان محتل غزة 40 سنة، شو بده يعمل أكثر من أنه يحتلها 40 سنة؟ بده يعمل إبادة، محاولة تهجير جماعي زي النكبة؟ طب ما هو عمل نكبة من 75 سنة، وبعد 75 سنة من النكبة هو يجد نفسه في حاجة إلى نكبة أخرى. عندما تجد إسرائيل نفسها في حاجة بعد 75 سنة من النكبة إلى نكبة أخرى، فهذا دليل على فشل النكبة الأولى، والنكبة الأولى هي دولة إسرائيل. فحاجة إسرائيل الآن، ما تواجهه إسرائيل الآن، هو أزمة وجودية
بعد 75 سنة اكتشفت أن كل ما فعلته من النكبة والاحتلال غير مجدي وأدى بها إلى هنا، شو بدها تعمل أكثر من هيك؟ لا يعني اسمح لي، ما هو هذا السؤال يقودنا إلى السيناريوهات. إسرائيل بالتأكيد هي مجروحة، 700 قتيل حتى الآن، وهذا الرقم رقم مبدئي، 200 أسير إذا صح التقديرات يدعوت أحرنوت، وآلاف المصابين. بالتأكيد إسرائيل سيكون لها رد، ومع هذا الدعم اللانهائي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب عموما، من الممكن أن يكون الرد يراه البعض سيكون موجع وسيكون دموي إلى أبعد الحدود. دكتور تميم، كل ردود تفضل. صحيح، كل يعني بقى الزملاء يقولون لي لو عدت بجسدك إلى الخلف ولو قليلا ستكون الصورة أفضل. تفضل. هل الآن أفضل؟ الآن تمام دكتور، تفضل تفضل دكتور. نعم، أقول إسرائيل كل ردودها في 75 سنة كانت دموية ومجعة ولكنها فاشلة. فالرد، نحن نتألم لكل شهيد يسقط منا، نحن بشر، فكل شهيد يسقط وكل جريح وكل مبنى يسقط لنا هو مجع ودموي، دمنا يسيل. وكل ردود إسرائيل في 75 سنة كانت مجعة ودموية ولكن كانت فاشلة، ودليل فشلها هو الذي جرى اليوم. هذا واحد. اثنين، عشان نكون أكثر واقعية وعملية، إسرائيل أمامها ثلاث سيناريوهات: حرب موسعة تسعى إلى تغيير الوضع السياسي في غزة، يعني أن لا يكون في غزة مقاومة، وهذا يعني كما قال نتنياهو في خطابه، إما محاولتها أن يعني بالعنف أن تهجر عددا كبيرا من سكانه، يعني نكبة، سيناريو قريب بال 48. إسرائيل لن تستطيع أن تفعل ذلك، أولا النكبة الأولى فشلت، ثانيا محاولة يعني الظروف الآن مختلفة جدا عن الظروف سنة 48. لم يكن سنة 48 في 2 مليون إنسان في مدينة واحدة اللي هي غزة، هذا العدد من الناس التعامل معه أصعب حتى من الناحية اللوجستية والعسكرية. لم يكن الجبهة الشمالية لإسرائيل موحدة ضدها، الجبهة الشمالية لإسرائيل فيها حلف عسكري ممتد من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط، وقد أعلن بالنار كما قال المتحدث باسم المقاومة اللبنانية أنه إذا ذهبت إسرائيل في اتجاه سيناريو النكبة، يعني في سيناريو محاولة تهجير ملايين الناس من بيوتهم والقتل الجماعي، فهذا يعني اشتعال غرب آسيا في حرب إقليمية كبرى، يعني دخول لبنان وحلفاء لبنان في هذه الحرب. فهذا السيناريو إن كان يفكر فيه نتنياهو، وهو الذي خلاه يطلب من الأمريكان تحريك السفينة، تحريك حاملة الطائرات، إذا كان يفكر في هذا السيناريو هيجد ألف من يقول له من مستشاري العسكريين والسياسيين أنه هذا السيناريو لن غير مضمون العواقب في أفضل تقدير، وكارثي عليه هو في التقديرات الأكثر رجحانا، لأنه ظروف الآن ليست ظروف النكبة. الحرب بهذا المستوى الفادح الذي يفكر فيه أو يهدد به تجاه غزة معناها اشتعال الضفة واشتعال الداخل واشتعال الجبهة مع لبنان، زائد أنه سيطرته على مدينة فيها 2 مليون إنسان لن يكون سهلا بل قد يكون مستحيلا. والأدلة عندنا من التاريخ، بيروت لم تكن في نفس قوة غزة سنة 82 ولم تستطع إسرائيل السيطرة عليها سنة 82. طيب، أمريكا أقوى من إسرائيل، والوضع في العراق كان أكثر تفككا منه في غزة من حيث الجبهة الداخلية. العراق كان في آراء مختلفة عندما احتلت الولايات المتحدة عام 2003 ولم تستطع أن تستمر في البقاء فيه وأن تديره، لذلك وإسرائيل أضعف من الولايات المتحدة. فغزة وضعها مختلف عن وضع بغداد في 2003، وإسرائيل أضعف من أمريكا في 2003. فمحاولة احتلال غزة باختصار لن تنجح، إسرائيل لم تنجح في السيطرة على أي مدينة كثيفة السكان، والأقوى من إسرائيل لم يستطع أن يسيطر على أي مدينة كثيفة السكان في بالقوى العسكرية وتأمينها. فهذا السيناريو في ظني إذا سعى إليه نتنياهو سيفشل. السيناريو الثاني هو أن يكثف القصف الجوي، وهذا وإن كان موجعا ودمويا لكنه لا يغير شيئا على الأرض، ستستمر الصواريخ، على الأقل الصواريخ إن لم يكن الاشتباك البري أيضا مع إسرائيل، الصواريخ تطلع من غزة على إسرائيل والاشتباك البري سيستمر أيضا، وكل أسبوع وكل يوم يمر وهذا مستمر سيقرب نتنياهو من الهزيمة. هون سيناريو أقرب مش ل 2003 العراق، سيناريو ل 2006 لبنان و 2008 غزة وكل الحروب اللي صارت في غزة من 2008 إلى الآن، قصف جوي مع استمرار إطلاق الصواريخ وينتهي الوضع، والمقاومة كما ترى أقوى مما بدأت، وإسرائيل قدرتها على الردع أقل. والحل الثالث وهو الأعقل،
اكثر عقلانيه صراحه، وكواحد بيدرس علوم سياسيه يعني لو في حدا عاقل في الحكومه الاسرائيليه هذا لازم يصحي نتنياهو، رغم انه غريب جدا، هو ان لا يفعل شيئا، لانه اذا رد يعني ان لا يفعل شيئا هذا سيكلفه سياسيا طبعا وهيطلع حالته حالي، لكن استراتيجيا يجب ان ينتظر انه تكون الظروف اكثر مواتاه له من الناحيه العسكريه ومن الناحيه الاقليميه والسياسيه. ان لم يفعل ذلك وحارب في وقت يختاره خصومه، والمقاومه هي التي اختارت هذا التوقيت، فسوف يخسر. اذا طيب دخل غزه سيخسر، مصيره سيكون اصعب من مصير، هذا يعني الخص، مصيره اصعب من مصيره في بيروت في 82، واذا لم يدخل غزه واستمر في الجو فلن يحقق شيئا، وافضل له ما يعمل شيء. طيب خلينا نعرض لسيناريو آخر، ممكن سيناريو يكون من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة، وتحديدا حركة حماس، وشل قدراتها لخمسين عام قادم كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بالأمس. هل هذا السيناريو واقعي ومطروح أم لا؟ لا لا لا، غير واقعي، لانه هذا اللي قلته، هذا السيناريو يقتضي السيناريو الاول، يعني يقتضي غزو غزه، دخول القوات الاسرائيليه بكثافه، نحكي 50 الف جندي 60 الف جندي الى غزه برا. عمليه بهذا الحجم، اولا سيدخلون ما بين المباني والركام وستصطادهم المقاومه هناك، فعشان يحاولوا يتعاملوا مع المقاومة هيضطروا يعملوا زي فرنسا وفي الجزائر وأمريكا في فيتنام، يعني حرب كبرى. هذه الحرب الكبرى معناها اشتعال غرب آسيا كله، فستجد إسرائيل نفسها مضطرة أنها تحارب على 3 جبهات، وكون المقاومة فعلت ذلك فهي فعلت ذلك بالتنسيق مع حلفائها، والعمل اللي صار في جنوب لبنان دليل على هذا. فإذا إسرائيل تريد أن تذهب إلى حرب بهذا المستوى في غزة، عليها أن تعرف أنها ستحارب غرب آسيا كله، طيب وفي تداعيات إقليمية أخرى لهذا السيناريو، لو في وقت بحب أقول لك إياها، بس سألني لكن سؤالك. قبل فكرة يعني فكرة التداعيات الإقليمية، طبعا دكتور مهمة، وخصوصا مسألة التطبيع. التطبيع كان يسير على قدم وساق وبنجاح بشكل أو بآخر، يعني مع عدد من الدول والأنظمة. هل عملية الأمس قتلت مسألة التطبيع، بل على العكس سيكون التطبيع يعني شكل من أشكال المسار البديل لإسرائيل لكي تخفف ضغوط ما حدث من قبل المقاومة؟ لا، أنا لا أظن أنه تطبيع مشروع ممكن الآن، يعني التطبيع الآخر مشروع أعلن في مجموعة الـ20 هو الممر حيفا أبو ظبي، يعني حيفا إسرائيل الأردن السعودية الإمارات إلى الهند. هذا المشروع الآن أصبح مشكلة، لأنه إذا إسرائيل هتروح إلى سيناريو حرب كبيرة في غزة وتدخل لبنان، حيفا في مرمى لبنان، وقد تكون حيفا أصلا في مرمى المقاومة، وهذا المقاومة الفلسطينية يعني ايضا، مش بس المقاومه اللبنانيه، وهذا اللي هيظهر اذا هاي الحرب توسعت. فلا توجد شركات نقل ولا شركات يعني استيراد وتصدير تريد الان ان يكون المركز الاساسي لها للتصدير الى الهند وجنوب شرق اسيا، هو يبدا في حيفا، يبدا في نعم. بلد غير مستقر. فهذا الفائده الماليه من وراء التطبيع انتهت، والفائده السياسيه للعرب هي من الاصل صفر، يعني ما حدش عمل سلام مع اسرائيل وسلم، والشاكك من المطبعين الجدد أتمنى عليه أن يعني يلاقي بعض محضري الأرواح عشان يسأل مصائر المطبعين القدامى، أنور السادات وبشير جميل. طيب أنا خلصت أسئلتي، لكن أنا عايز منك في 30 ثانية ملخص لما هو قادم. إلى أين تتجه القضية الفلسطينية في ضوء هذه التطورات؟ إسرائيل فشلت، وكل السيناريوهات المتوقعة ستنتهي ضد إسرائيل وستضعف حلفاء إسرائيل، وعندي جملتين: السيسي أضعف بكثير الآن مما كان قبل الحرب، هو أصلا ضعيف لأسباب اقتصادية، لكن على الجميع، على أهل مصر أنهم يعرفوا، وعلى العالم العربي كله أنه يعرف أن المقاومة فعلت هذا رغم حصار تفرضه الحكومة المصرية، وانه لو تغيرت الحكومه المصريه وتغيرت سياستها تجاه فلسطين، لكم ان تتخيلوا كم كانت تكون قدرات المقاومه الفلسطينيه وماذا يكون مصير اسرائيل. وهذه الحرب تحمي مصر ايضا، لانه اسرائيل تحاصر مصر بشكل غير مباشر كما تحاصر غزه بشكل مباشر، اسرائيل لها نفوذ في سد النهضه في اثيوبيا، واسرائيل دخلت في هذا المشروع التطبيع حيفا ابو ظبي اللي شكرا. هو مفروض بديل لقناه السويس، فاذا كانت اسرائيل تهدد النيل وقناه السويس فليس من مصلحه مصر الابقاء على السلام معها. شيء اخير،
دعوة للفلسطينيين في ال48 وفي الضفة وفي القدس، أولا للرباط في المجلس في المسجد الأقصى لأنه الإسرائيليين قد ينجنوا قد يعملوا بيتصرفوا بشكل عصبي، فلحماية المسجد نفسه والحرم. والأمر الثاني كل ما شتتنا القوة الإسرائيلية وكل ما احتاجت إلى قوات إلى جبهات أخرى غير غزة بنكون بنساعد أهلنا في غزة. أشكرك شكرا شكرا. جزيلا دكتور تميم البرغوثي الأكاديمي والشاعر الفلسطيني، كنت معي عبر الإنترنت من كاليفورنيا.